عواد بينزعج من مقولة إن هو عواد حارس مرمى قصير القامة؟ لا لا خالص، يعني اشوف ان هي كلام سوشيال ميديا، و يعني لو فعلا انا بركز في الكلام ده، طب انا 185 سنتي، زميلي محمد صبحي 186 فرق سنتي يعني، فبيتكلم على عواد ان هو قصير، بيتكلمش على صبحي ان هو قصير، فلا يعني اكيد ده كلام سوشيال ميديا، وبقى كلام موجه. انا خدت نصيحة من زميلي طارق حامد اول لما جيت للزمالك، من الحاجات اللي انا استفدت من طارق فيها، يعني ان قال لي لو انت عايز تلعب كوره في الزمالك ما تركزش لا مع السوشيال ميديا ولا مع اعلام عشان تقدر تلعب في نادي الزمالك. لو انت ركزت في الحاجتين دول مستحيل تلعب في نادي الزمالك او هتكمل في نادي الزمالك. فعشان كده انا من ساعه لما دخلت يعني خدت من النصيحه وبدات اشتغل على الحته ديت، والحمد لله يعني الواحد ممكن اشوف كل حاجه واتابع كل حاجه ولكن ما تاثرش فيا خالص يعني.